أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الأولى وبالضبط الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة لسلك إعدادي، نشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لسلك الإعدادي وبالضبط الأولى إعدادي. إذن نخدمو نموذج للفرض المحروس رقم 1 الدورة الأولى مادة الاجتماعيات بالنسبة للأولى إعدادي. إذن نحاول نخدمو الدروس اللي عندكم في الفرض الأول، كذلك طريقة الاشتغال على المواضيع ديال مادة الاجتماعيات، لأن كيكون عندكم موضوع أول يعني اشتغال بوثائق، كيكون عندكم موضوع ثاني موضوع مقالي، وكذلك بالنسبة كذلك موضوع آخر اللي هو الأسئلة الموضوعية. إذا نحاولوا بالنسبة للنموذج على شكل PDF غتلقاو في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله والسؤال والموضوع الأول. إن الموضوع الأول عندكم الاشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيا. إذا هنا عندكم الاشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيا. نبدأ الأسئلة. إذا اكتب ماذا كل عنصر من عناصر الخريطة في المكان المناسب. إذا الخريطة اللي عندكم هي هذه، نحاول نكتبوا مكونات أو عناصر أو اسم كل عنصر من عناصر الخريطة. إذا نبداو بالعنصر الأول اللي كاين الفوق هنا، كيكون عندنا العنوان. إذا نكتب العنوان. إذا أول مكون عندنا العنوان أو عنوان الخريطة. بالنسبة هنايا كيبان لينا هنا الاتجاهات. إذا اتجاهات يعني شمال جنوب شرق غرب، إذا هذا غنسميو اتجاه. إذا هنا عندنا الاتجاه. نعم، شو مكون آخر وفراغ آخر اللي هو هذا، هنا عندنا المفتاح. إذا كيكون عندنا المفتاح. إذا هنا مفتاح، هنا كيكون عندنا كل على حسب أشنو يعني المسافة في الخريطة شحال كتمثلها في الواقع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المقياس. نعم، هادو هما المكونات الأربع بالنسبة لي أو عناصر الخريطة. إذا نمشيو مباشرة. إذا سمي نوع المقياس المعتمد في هذه الخريطة. إذا المقياس المعتمد في هذه الخريطة هو مقياس يسمى مقياس خطي. إذا نكتب المقياس المعتمد. إذا المقياس المعتمد في هذه الخريطة. إذا المقياس المعتمد في هذه الخريطة. إذا شنو غنكتبو؟ إذا هنا المقياس المعتمد هو مقياس ماذا يسمى؟ مقياس خطي. إذا نعملو هنا جوج نقاط، مقياس خطي. إذا مقياس خطي. نعم، ننتقلو للسؤال الموالي. احسب باستعمال مقياس خريطة المسافة الحقيقية بين مدينتي زاكورة ومراكش. إذا هاي زاكورة هاي مراكش. إذا هنا عندنا مسافة ما بين زاكورة ومراكش. إذا أول حاجة خصنا نحسبو شحال هاد المسافة بالسنتيمتر، يعني شحال المسافة على الخريطة ما بين زاكورة ومراكش. نعم، إذا هنا حسبتوها مسطرة، غتلقاو أن المسافة بين مدينتي زاكورة ومراكش على الخريطة هي 1.5 سنتيمتر. إذا نكتب المسافة، إذا هنا على الخريطة المسافة بين مدينتي، إذا بين مدينتي مراكش وزاكورة. إذا نكتب وزاكورة، خاصكم تحسبوها إذا بمسطرة. إذا المسافة بين مدينتي زاكورة ومراكش على الخريطة، ماشي المسافة الحقيقية، إذا على الخريطة نكتب ماذا؟ نكتب هي 1.5 سنتيمتر. إذا نكتبها فرنسية، إذا 1.5 سنتيمتر. إذا هذه هي المسافة إذا على الخريطة. إذا شنو غنعملو دابا باش نحسبو المسافة الحقيقية؟ إذا المسافة في الواقع، إذا نكتبو إذا المسافة، إذا المسافة، إذا المسافة، إذا إذا المسافة، دابا نشوفو المسافة في الواقع. إذا المسافة بينهما على الواقع، بينهما على
الواقع بينهما على الواقع. إذا أول حاجة باستعمال مقياس الخريطة، إذا مقياس الخريطة عندنا هنايا هو هذا 201 على 220 كيلومتر، إذا نكتبو باستعمال مقياس الخريطة، باستعمال مقياس الخريطة. إذا هنا ردوا معايا البال كيفاش غنعملوا الحساب. إذا المسافة بينهما على الواقع باستعمال مقياس الخريطة، إذا غيكون عندنا واحد على 220 ماذا كيلومتر. إذا هنا عندنا المسافة بالكيلومتر. نعم، إذا غنجيو دابا نحسبو. دابا كاين عندنا غير الحساب. إذا غناخد هاد 1.5 سنتيمتر اللي لقيتها هنايا في يعني في الخريطة، وغنضربها فياش، غنضربها 220 كيلومتر. إذا هنايا ضربنا، أبينا نحولوها لسنتيمتر. إذا 220 خاصنا نفس يكون عندنا نفس المقياس، غناخد 220 كيلومتر غنضربها في، إذا غنضربها باش نحولها لسنتيمتر، ومن بعد غنخدمو إذا باش نحسبو المسافة الحقيقية أو على الواقع بين مدينة زاكورة ومراكش. قلنا عندنا المقياس هو 220 كيلومتر. إذا غناخدو هاد المسافة اللي لقينا في الخريطة 1.5 سنتيمتر ونضربوها 220 كيلومتر، غنحولوها لسنتيمتر، لأن خاص ضروري باش نضرب عادة خاص يكون عندي نفس الوحدة. إذا كنضربها في 10000 كتعطينا 22 مليون سنتيمتر. إذا شنو غتعطينا؟ حسبناها عطينا 33 مليون سنتيمتر. غنرجعوها باش تكون منطقية الكيلومتر، غنعاودو نقسموها لسنتيمتر اللي لقينا 33 مليون سنتيمتر، غنعاودو نحولوها لكيلومتر يعني نقسموها على 10000 غتعطينا 330 كيلومتر. إذا غنجيو نكتبو كخلاصة. إذا المسافة الحقيقية أو المسافة بين مدينتي زاكورة ومراكش هي 333 كيلومتر. إذا هنا دائما باش نحسبو، إذا 330 كيلومتر. إذا المسافة الحقيقية بين مدينتي زاكورة ومراكش هي 330 كيلومتر. ننتقلوا دابا الموضوع الثاني. إذا بالنسبة للموضوع الثاني فهو أسئلة موضوعية في مكون التاريخ، ومبداو أول سؤال هو التعريف. عرف الأهرامات. إذا الأهرامات هي بنايات ضخمة ذات شكل هرمي اتخذها فراعنة مصر القديمة مقابر لهم. إذا نكتبها التعريف البسيط. إذا هي بنايات ضخمة بنايات ضخمة ذات شكل، إذا نعملو بعد الشكل، ذات شكل هرمي اتخذها الفراعنة أو فراعنة، اتخذها فراعنة مصر القديمة مقابرا لهم. هذا هو تعريف ديال الأهرامات، هي بنايات ذات شكل هرمي ضخمة اتخذها فراعنة مصر القديمة مقابرا لهم. ننتقل للسؤال الرابع. ضع علامة إكس في الخانة المناسبة. إذا نقرأ، وكانت المعلومة صحيحة نوضعو صحيح، كانت المعلومة خطأ نعملو خطأ. تطور شكل الهرم من المصطبة مرورا بالهرم المدرج وصولا إلى الهرم الكامل. هذه معلومة صحيحة، إذا صحيحة. تعتبر حضارة بلاد الرافدين وحضارة مصر القديمة من الحضارات الهيدروغرافية. نعم صحيح. سميت كتابة المسمارية بهذا الاسم لأنها تكتب على شكل مسامير. إذا الكتابة المسمارية اخترعت إذا في يعني بالنسبة لحضارة بلاد الرافدين. إذا هذه المعلومة لأنها كانت تكتب على شكل مسامير صحيح. سؤال موالي. كتابة المسمارية هي الكتابة المصرية القديمة. خطأ. بالنسبة للكتابة المسمارية اخترعها يعني بالنسبة ظهرت في حضارة بلاد الرافدين، إذا ماشي مصر القديمة، إذا هنا خطأ. نعم تقلو السؤال الموالي. إذا الموضوع الثالث عندكم موضوع مقالي في مكون التربية على المواطنة، وأول مرة تعملوا على الموضوع المقالي. بالنسبة للموضوع المقالي ما تخافوش منه، هو أسهل حاجة.
إذا بالنسبة قالك الإجابة خلف الورقة. إذا بالنسبة لموضوع المقالي، اكتب موضوع المقالي توضح فيه ما يلي: كاين مقدمة، مناسبة تساؤلات، عرض تعريف مفهوم الكرامة، مظهرين لانتهاء كرامة الإنسان، واقتراحان لحماية كرامة الإنسان، خاتمة، موقفك من انتهاء كرامة الإنسان. إذا في هذا الموقع الموضوع المقالي هنهضروا على الكرامة. إذا في الأول شنو كنعملوا؟ بالنسبة في المقدمة كنعملوا مقدمة مناسبة، أشنو كنعملوا فيها؟ ما مقصود بمفهوم الكرامة؟ وهنا وأين تتجلى انتهاك الكرامة الإنسان؟ إذا هذه الأسئلة كنطرحوهم، التساؤلات اللي عندنا في العادة غنطرحوهم في المقدمة. إذا غنكتبوا أين تتجلى انتهاك كرامة الإنسان؟ ما هي بعض الحلول المقترحة لحماية كرامة الإنسان؟ وما هو موقفنا نحن من انتهاك كرامة الإنسان؟ بالنسبة للعرض غنجاوبوا على هادشي اللي تسولنا في المقدمة. وبالنسبة للخاتمة، إذا هنا الخاتمة غنحدوا في الموقف الشخصي انتهاك كرامة الإنسان. إذا باش ما نطولش عليكم غنكتب موضوع المقالي ورجع لكم باش نشوفوا كيفاش كتكتب موضوع المقالي. إذا بالنسبة للنموذج ديال الموضوع المقالي اللي كيهضر على الكرامة، إذا عندهم مقدمة. إذا موضوع مقالي كتكتبوا موضوع بحال اللي كتكتبوا الإنشاء، مقدمة عرض خاتمة. ممكن كتبش مقدمة عرض خاتمة بحال كنعمل موضوع إنشائي متصل. إذا نبداو مقدمة. كرمت كل الديانات السماوية الإنسان باعتبار أشرف خلق، فماذا نعني بالكرامة؟ والأسئلة اللي غنجاوبوا عليها في العرض هي اللي كنطرحوها. إذا كنطرحوا التساؤلات: فماذا نعني بالكرامة؟ وما مبادئها؟ وما هي المظاهر التي تعكس انتهاكها؟ وكيف نحمي كرامتنا وكرامة الآخرين؟ إذا مباشرة نبداو العرض. إذا نبداو أول حاجة بتعريف الكرامة. إذا الكرامة هي تلبية حاجيات طبيعية والضرورية للإنسان، ومنها الحاجيات العضوية كالتغذية والشرب والصحة، والحاجيات الاجتماعية كالسكن والشغل والتعليم، والحاجيات الفكرية كحرية التعبير والتفكير، والروحية كحرية التدين والاعتقاد. وهذه الحاجيات ما زال كثير من الناس محرومين منها. وتعتبر الكرامة مبدأ كوني بغض النظر عن ديانة الأشخاص أو لونهم أو جنسيتهم، وهي مرتبطة بمبادئ حقوقية يتدخل فيها البعد الوطني والإسلامي والكوني. فالإسلام ينص على كرامة بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيجسد أرقى ما وصل إليه الفكر البشري في منح الإنسان المكانة التي يستحقها. إذا جاوبنا على تعريف الكرامة وجاوبنا على مبادئ الكرامة في موضوع واحد. وإذا غنكملوا مظاهر انتهاك الإنسان. وتتعدد مظاهر انتهاك الإنسان لكرامة أخي الإنسان. فالمرأة تتعرض للإقصاء والتهميش والتعسف، ويخضع الأطفال للاستغلال متعدد أنواع، كما تبقى مختلف أصناف الإهانات والحرمان تلاحق ملايين البشر مع اختلاف أعمارهم وأجناسهم ودياناتهم في معظم بقاع العالم. لذا على الإنسان أن يعمل على مواجهة كل السلوكات التي تمس بكرامة الأفراد والجماعات وتوعية الناس بحقوقهم، كما يجب علينا أن يساند المنظمات الحقوقية التي تتعاقب وتفضح مرتكبي هذه الخرقات. تعتبر الكرامة إذا خاتمة. سلينا العرض مش مباشرة الخاتمة. تعتبر الكرامة جوهر إنسانية، جوهرة إنسانية الإنسان وأصله وجوده، لذا وجب علينا صونها. إذا هنا بالنسبة تعتبر الكرامة جوهر إنسانية الإنسان وأصل وجوده، لذا يجب علينا صونها وفتح كل من ساهم في المساس بقدسيتها. إذا هذا كان هو الموضوع المقالي. إذا بالنسبة للخاتمة كتكون فيها سطر ونص، كذلك المقدمة كتكون فيها كذلك سطر ونص، وكيكون فيها الأسئلة. إذا سلينا بواحد الخاتمة اللي فيها يعني كخلاصة أشنو خلصنا: تعتبر الكرامة جوهر إنسانية الإنسان وأصل وجوده، لذا وجب علينا صونها وفتح كل من يساهم في المساس بقدسيتها. إذا كان هذا الموضوع المقالي، وكان هذا هو الأجوبة على هذا الامتحان ديال الشمعية. أتمنى أنكم تكونوا، شكرا وإلى اللقاء.